لا أول مرة أسمع. اول مره تسمعوا فيها. بتعرفوا شو الاتريبيوت؟ انه انت بامكانك تعمل بلوك بس تضيف للبلوك كتابه. يعني زي هلا مثلا بتيجي بتعمل انت الدائره تبعت الباب. هلا الدائره سواء دي 1 دي 3 دي 4 ما بعرف ايش، كل اللي بتغيره الرقم، لكن انت بتضلك حاطط نفس الدائره. فبدال ما ضلك انت تكتب وتتغلب وهيك اشياء، بنعمل بلوك وبنخلي، مش هو دائما لما تعمل انسيرت بلوك بيطلب منك تدخل الانسيرشن بوينت والاكس سكيل والواي سكيل والزاويه تبعت البلوك، بصير يطلب منك كمان تنزل كتابه. شوفوا كيف، شو بدي اعمل؟ باجي برسم سيركل مثلا القطر تبعها 0.35، هي عملت هاي الدائره، لازم انا اكتب فيها رقم المحور صح او الباب، او مثلا اجي اعمل ريكتانجل مثل هيك هلا. انا مشكله في عندي قصص بالكيبورد تبع شو اسمه هذا، خليني اللابتوب مش زي كيبورد الكمبيوتر، في بعض الاحرف فمرات باجي بطلع بتطلع الاشياء عندي مش بكون ما اطلعش. خليني بس بدي ارسم هيك، او بدكم تعملوا للشباك انتم بتعملوا هيك صح، وبتكتبوا الارقام فيهم. هلا انا بامكاني اخزن هاي كاتريبيوت واصير ادخل الارقام زي ما بدي، او مثلا مين كمان انتم بتعملوا تبعت المناسيب صح، تبعت المناسيب، بس خليني اعمل الاشياء بقياسات لانه اذا ما عملتش بقياسات كل شغلي بيطلع، او ترقيم الدرج، او ترقيم الدرج. كثير في شغلات احنا بنيجي بهذا المنسوب، بس لا اصغر بدي اعمل الاشاره طبعا كثير، خليني اعملها سكيل. يعني مثلا تبعت الدرج مثلا هيك، واحتمال انك تيجي تعمل لها كمان هاتش مش هيك، هاي هيك، وتحط المناسيب. بعرف احنا بجوز بنشتغلها بالعكس شمال يمين، انا عاكستها، غالبا الرقم بيكون بالجهه الثانيه. اوكي بنيجي بنكتب الرقم هون. هلا هاي كلياتها اشكال دائما بتكون اساسيه، بس انا بغير عليها بضيف الرقم. شوفوا شو بدي اشتغل بهذا الحكي. هلا عندكم هون تبعت البلوك هاي، في عندكم هون اذا بكبس بتشوفوا في شيء، بتعرفوا التاج السعر او الرقم اللي بيكونوا حاطينه على البلوزي او البنطلون او اي شيء، طلعوا كيف شكلها. هيها نفس الشيء اللي هي ديفاين اتريبيوت، اتريبيوت انك تضيف كلام او نص للشيء معناته. وبتقدروا كمان على هون على بس تكتبوا اي دبل تي ديفاين اتريبيوت، عرف الاتريبيوت، الاتريبيوت انك تضيف معلومات على شيء. هلا تاج، في عندنا بعض الاشياء اللي لازم انك تعبيها. تاج انت شو بدك تسميه هذا؟ انا بدي اسميه ليفل مثلا. اوكي البرومبت شو السؤال اللي الكمبيوتر بده يسالك اياه؟ يعني هلا انت لما تيجي تنزل البلوك بيقول لك اعطيني انسيرشن بوينت، اعطيني اكس سكيل، اعطيني واي سكيل، اعطيني زاويه، بدك تقول له اعطيني قيمه الليفل، يعني انتر مثلا ليفل فاليو. هلا الديفولت ايش اكثر قيمه اكثر قيمه للليفل اللي بتكتبوها بمخططاتكم؟ ايش الرقم اللي بتكرر كثير؟ 60 60 ممكن، انا بلاقي صفر دائما، المخططات فيها زيرو، يعني زائد ناقص زيرو صح؟ لا ما يعني رقم بكل مخطط الا تكتبوه صح؟ هلا اذا انتم ما حطيتوا، يعني مش دائما بتحددوا رقم الصفر، هذا رقم هيك اذا انت ما دخلت من عندك قيمه هو بحطه لحاله. هلا هون انت كتبت هاي المعلومات، هلا التكست قديش بدك، وين محله وشو قياسه وكل الشيء. انا بدي هيو في عندي تكست جاستيفيكيشن، وين بدك تحطه؟ انا بدي احط شيء اسمه بوتوم ليفت مثلا، تعرفوا هدول وين انت بتحط التكست، تختار اول نقطه. هذا لما نشرح التكست ستايل، ما اخذتوش تكست ستايل انتوا صح ولا اخذتوا؟ حدا يجاوبني يا جماعه. لا ما دخلنا جوا، لا ما اخذنا ولا مره اخذتوا. في شيء اسمه جاستيفيكيشن، هلا انتوا لما تكتبوا وورد مش في عندكم شمال يمين وسط ضبط؟ هي كلياتها هي الجاستيفيكيشن، هي ليفت فيت سنتر ميدل رايت توب ليفت توب سنتر توب رايت الى اخره. هلا انا بدي اقول النقطه
اللي بدي اياك تاخذها اللي هي اذا انت اعتبرت حالك كاتب التكست ضمن مستطيل، بدي مثلا اخر شيء ينكتب هون اللي هو مثلا خلينا اقول بوتوم ليفت، وبدي تكست اسمه 0.25 واقول اوكي. لحظه شوي انا هاي لكن لازم اخترت هيها، كتب لي كلمه ليفل خليني احطها، بدي اياها هون تيجي. شايفين كيف الكلمه اللي انا كتبتها هيها موجوده؟ خليني اجي اجرب لكم هذا هون. لو بدي اجي اعمل لهاي اتريبيوت كمان مره، بدي اعيد فكره الاتريبيوت، حروح على هون هيها بلوك هاي ديفاين اتريبيوت، تطلع عندي هيك. هاي بدي اسميها سيمبل مثلا دور، بس كلمة كبيرة دور، خليني اسميها شيء صغير، خليني اكتب مثلا سنتر. اوكي برومبت مثلا اكتب انتر سنتر فاليو مثلا، اعطيني دخلني قيمتها. عندي ايش مثلا ممكن شيء كثير يكون مثلا دي 1، بتبلشوا كالبواب دي 1 الديفولت دي 1 شيء بتكرر يعني، لو انت ما كتبتش ممكن يحطه. انا بدي اياه يكتب لي، بدي اختار نقطة الوسط لانه بدي اياه يوسط لي، لو انا حاطط الصندوق هذا الوسط تبعه بدي اياه يجي هاي ميدل هاي اوكي. هلا بيجي بقول لي وين الوسط هيك، لاحظوا كيف الكلمة بتنكتب مسنترة، بس انا هلا هون طالعة كلمة سنتر اللي انا كتبتها هناك، بس هو حيحط دي 1 او دي 2 هتيجي بالضبط هيك. هلا جهزت انا الرسمة، جهزت الاتريبيوت، هلا بدي اعمل بلوك، حعمل بلوك اسمها سنتر سنتر مثلا نمبر او اللي هو سمبل او اللي هو. هلا حيقول لي بيك بوينت، من وين انا السنتر لاين بمسكه؟ من هون عادة. سيليكت اوبجكت هيو. هلا اللي عملوا لي الدي دبليو تي خلص اخذناها هيو، اللي عملوا لي الدي دبليو تي كان بالرسمه تبعتهم هذول يبينوا، انا ما بدي اياها يبين، بعد ما هو ياخذها يمحيها خلص لشو، بس هي موجوده. هلا هاي بدي اعملها كمان مره، هي بلوك هذه اسميها ليفل بيك بوينت، من وين رننج لي 10 دقائق ما هي مش مشكله. هاي بدي امسكها من هون سيليكت اوبجكت هيو اوكي، هاي خلصت. وهي بعمل فيها نفس الشيء، شوفوا لو بدي انزل انا المحور هلا هاي انسيرت، بدي اخذ الليفل اوكي الاكس واحد والواي واحد هدول ما بتغيروش ما في داعي، الزاويه ممكن اعملها والانسيرشن بعملها عليه هاي اوكي. طلعوا كيف طالع معي الليفل هاي، باجي هي حطيت انسيرشن بوينت الزاويه زيرو. لاحظوا شو هون كتب طلب مني على الشاشه انتر ليفل فاليو، انا بدي احط الليفل تبع الفاليو زائد 2.5 هي كتبه. لاحظتوا كيف؟ هي كمان مره هي انسيرت هي الليفل، هي بحط المكان هون، بطلب مني الزاويه زيرو بديش الفه، قديش القيمه زائد 2.52 مثلا. هلا شو الحلو بهذا الموضوع؟ انه هذول الاثنين طلع بدك تنسخها، مش التكست لحال والرسمه لحال، صارت كلياتها جسم واحد. شفتوا ايش اهمية الاتريبيوت؟ معي انتو؟ معك يا ابو انسان، انا ما حدا بتجاوب بقول ليش لا ولا لا، يعني انتو هون ولا بمكان اخر؟ معك انا عشان امر جديد انا هلا هيك. هاي هي فكرة الاتريبيوت، يعني اذا بدي الخص الخطوات برسم الشكل اللي بدي اياه، بروح بقول ديفاين، بروح على الاتريبيوت بقول ديفاين، بكتب هون اشي بسيط مثلا وين سيمبل، هون بالتاك ما بسمح لي اترك فراغات عشان هيك بحط شحطه برومبت نفس الشيء. شو الاوتوكاد بده يسالك؟ حطوا نفس الشيء انتر بالكلمه اللي فوق وين مثلا سيمبل، هاي زي ما بدك تحط ما بفرق معه، بس هذا شو السؤال اللي بده يسالك. غالبا انتم شو الشيء اللي دائما بتعملوه دبليو 1 مثلا اوكي، وين انت بدك تحط الهاد؟ بدي الميدل تبع الكتابه تيجي وين؟ بوسط المسافه هاي ميد تو بوينتس، يا بكون راسمي خط يا بقول له بين هذا وهيك او بزيحها انها تيجي بالضبط هون. هلا ايش بعمل؟ بعمل امر بلوك بسميه وين شحطه سيمبل اوكي بيك بوينت هيها هون سيليكت اوبجكتس هيهم وخلص هي اوكي. هلا باجي وين في عندي شباك هون مثلا، عندي شباك باجي بعمل انسيرت، شو اللي بدي اعمله اللي هو ويندو سيمبل هي اوكي، هيها اجت هي هون عندي هيك الزاويه هيك القيمة مثلا بدي W3 هيها بتطلع عندي W3.
ممكن انا لازم اعكس الكتابه واظبطها، بس الف في الزاويه الفها اظبط من هيك، اعملها روتيت عشان نكتب الكتابه بطريقه صح. ففي مجال انكم تضبطوا الاشياء بصفي، فبتصيروا انتم هاي الاشياء مرسومه مره واحده، مش مرسومه يعني كيف اقول لكم هلا طلعوا هي والكتابه مع بعض، فبصير الشغل. هلا طبعا انت بتقدر انك افرض كتبت غلط الهاي، بتقدر تعمل عليها دبل كليك بدال دبليو 3 قصدي دبليو 1 بتغيرها اند سو اون. هلا لما تيجي تكتب كل شغلك بيطلع مرتب، نفس الحجم نفس القياس، المسافه بين هون لهون نفسها، كل الاشياء هاي بتقدر انك تعملها على هذا الاساس. هذا بالنسبة